مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم عبر شاشة تلفزيون السلام مع مسابقة الشلهوب الرمضانية. وسؤال حلقة هذا اليوم: أين يوجد قصر الأمم الذي كان مقرًا لعصبة الأمم عند تأسيسها قبل الأمم المتحدة؟ مرة أخرى، أين يوجد قصر الأمم الذي كان مقرًا لعصبة الأمم عند تأسيسها قبل الأمم المتحدة؟ نتمنى لكم صومًا مقبولًا وإفطارًا شهيًا.